سعد سمير المنوفية بركة السبع. سعد صمم إننا نقولها كده. الموهبة بدأت معاه من وهو صغير، بس يعني مش من زمان قوي لأنه هو أصلاً 18 سنة. سعد هو نموذج للسعي وراء الموهبة، وبدأت حكايته مع التمثيل وهو بيتفرج على مسرح الجامعة، ولأن طبعاً الفرص في المنوفية مش كتير وحلم سعد كان كبير، قدم في معهد فنون مسرحية وعمل سكتشات على السوشيال ميديا، ولحد ما جات له فرصة الدوم وأثبت فعلاً إنه مش بس مجرد شاب موهوب، ده مشروع نجم. هنشوف سعد النهاردة في مشهد من مسرحية المهزلة الأرضية ليوسف إدريس. برضو خليتهم يفكوا القميص. ما انت عارف انا ما برتاحش غير وانا لابس القميص. ما تتعبش نفسك، انا مجنون. مش لازم اتنطط واشقلب، مش لازم اعمل كده. ممكن انا مجنون، مجنون طبيعي عادي زيك كده. مش اقصد، مش انت اللي ما... اسمع، انا بسمع اصوات في كل حته بتكلمني بتشتم. بسمع صوت راجل مسرسع، يا تافه يا خايب يا ابو رياله يا ابو رساله طز فيك. بسمع صوت ست مخنفه ما بترحمش، يا ضعيف يا جبان، يا العين في الجنة وعين في النار، لا طاير سما ولا طاير الأرض. بيزمرولي بيطبلولي، دوم تك 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 دوم تك تك دوم تك 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 دوم تك تك دوم تك 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 دوم تك تك. الأصوات دي بتخليني أحتقر نفسي وأحتقر الناس وأتف عليهم. يا دكتور، الأصوات دي بتخليني أتلهي، أبقى تنبل، اكل واشرب وانام. يا دكتور، الاصوات دي بتقول ان مفيش فايده، خلاص. انت متخيل اتحرضني على مصيبه كبيره، عايز انا اتجوز. تخيل. انا مش فاهم انا اتجوز ازاي يعني. لا 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 لا، انت عارف، انت ممكن تسميني يا دكتورة العاقل جدا لدرجة ان الناس شايفاه مجنون، او المجنون جدا لدرجة انه شايف نفسه عاقل. لا، انا طولت معاك النهاردة. يلا بس، يلا يلا اربط القميص، يلا اربط القميص، انا مش ماشي غير وانا رافضه. طيب انا هروح يا علاء في جلسة كهرباء، انا هخليه يربط. يا علاء، مساء الفل. ألترس. الجمهورية في ظهرك. الحمد لله. عجبتني جدا يا سعد، هايل ومصدق اللي أنت بتعمله. وأنا هسألك سؤال تاني بس يعني، وهرجع تاني نتكلم يعني. أنا نفسي تعمل اللي أنت عملته ده كله وانت قاعد على الكرسي من غير ما تتحرك. حاضر، حالا او بكره زي ما انت عايز. لا لا لا، اللي انت عايزه. يعني هو ينفع كده؟ انا مش فاهم. خليتهم تاني يفكوا القميص. انت عارف ان انا ما برتاحش غير وانا لابس القميص. بص، انا مجنون، مش لازم اتنطط واشقلب والحاجات دي. انا مجنون طبيعي زيك كده. مش قصدي ان انت يا سيدي، انا بسمع اصوات في كل حته بتكلمني بتشتم. بسمع صوت راجل مسرسع، يا تافه يا خايب يا ابو رياله يا ابو رساله طز فيك. بسمع صوت ست مخنفة، صوتها وحش مش رحماني طول الليل.
يا ضعيف يا جبان، يا اللي عين في الجنة وعين في النار، لا طايل سما ولا طايل الأرض. بيزمروا لي بيطبلوا لي، دوم تك 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 دوم تك تك دوم تك 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 دوم تك تك دوم تك 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 دوم تك تك. الأصوات دي بتخليني هايل. أنا بحبك هايل. شكرا. العفو. شكرا 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 هايل. بص يا سعد، انت اخترت المشهد ده ليوسف ادريس. بالظبط. قريت ليوسف ادريس؟ ايه عرفت المسرحيه. اخترت المشهد ده بالذات ليه؟ ايه متلون في كذا حاله، ايه وارتحت فيه، حسيته هعمله ان انا هبقى كويس فيه. يعني قريب من شخصيتك ولا ايه؟ لا 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 لا، او ممكن يبقى قريب. شكلها لا، انت اديت اداء لذيذ جدا، متميز جدا، التلوين فيه هايل، لانك انت رحت من اتجاه لاتجاه اخر، احساس ان في ناس بتكلمك، انا وصل لي انك انت بتسمع اصوات. فانا سعيد جدا انك انت اخترت بالذات المشهد ده، لان ده من المشاهد الصعبه، والشخصية صعبة جدا في المهزلة الأرضية. مسرحية قيمة جدا. يوسف إدريس له كتابات كتيرة وكان متميز جدا وكان بيعتبر ملك القصة القصيرة، فننصحك انك تقرأ له كتير. حاضر. فبتمنى لك التوفيق، وكنت متميز جدا. شكرا. انا بقى حاسة انت اليوم الكل اهتم فيك كتير، يعني الأساتذة الاثنين اللي انا معهم اهتموا فيك. انت عندك روح وطاقة، وأنا بعتقد أنه الروح هي والطاقة هن أهم ما بيميز أي موهوب، عدا عن أنك موهوب رائع. شكرا. رائع. تسلمي. هتكون صديقي. برافو أسعد. تسلمي. أمشي؟ شكرا يا حبيبي. يلا يلا يلا. شكرا. خلص يلا أروح. يلا أستعد. خلص. عندك جلسة. عدت جلسة كهرباء. يلا. عندك جلسة كهرباء. يلا يا روح. يا علاء.